بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوة السلام عليكم. عندنا هذا محرك 1.6 فالف، هذا يا جماعة كان فيه بروبليم مولاه، من البروبليم هذاك مولاه كره الطونابيل، ما خلى ما يدير، بدل لي بوبين فيه ربعة، بدل كابتر دو بريسيون، بدل ستارتر، بدل بابيون، كرهت له حياته. برك هذا يا جماعه واش كانت دير له، كانت الموطور في بريلو، وكان كيعود ماشي في الليل الكونوت تلقاه الضوء تلقاه ناقص، هي حكايه تاع كيما نقولوا ناقصه اماس طونابيل. دي فوا في الصباح هاك شو ديمارا الباتري تضرب ثقيله، ما لقيتش راه باتري جديده. من بعد ولا قاعد يسمع هنا في الرحي، رحي كبير هنا جهه كوتي شان. المهم تلمو كيقلق منها وهبل صاي عيطنا في التليفون، جابنا هنا للورشه. درك كي بدينا في الفحوصات حنا، شوفوا يا جماعه البروبليم هذاك كامل اللي هبل وكره الطونابيل، اللي خلاه يكره الطونابيل. شوفوا معايا وين لقيناه في البودي، هذه بودي في البروكا تركب من تحت، هذه مجرد هذه برياب هنا، هذه هاي وين. تبعوني مليح يا جماعه دوك تشوفوا البروبليم في اللوسة. أربع دقيقة. هذا. سي بون مش مش هابل الاثنين ايش يعقب لي. احكم لي هكا. إن شاء الله. احكم لي هكا. شوفوا معايا يا جماعة البروبليم وين لقيناه. شوف. هذه البولي عاد دور له ليبر من هنا، ها. عاد دور ليبر. في حالة كيما هذه وش ولات تدير؟ هذه عاد لونترناتور قاعد، لاكروا قاعد تدور فابل، لونترناتور ماشي قاعد تسرجي مليح، عاد الكورون فابل، عاد الكورون ناقص في المحرك، فلهذا دارت له جميع الاعراض هذيك. حبينا نوله الاخوه في هذا الموضوع، كون يقدر ربي كيما نقولوا تصرى بروبليم كيما هذا للواحد من الاخوه، واش يدير فيري فيما خسر والو، ينحي البولي فيري فيها اسكو مليحه ولا لا، ولا كان ماشي مليحه يشونجي لابولي خير. ونصيحة كيف كاين البولي اللي تجي كيما في محرك 1.6 تاع لوغان، هذيك راهي يطيح لها سير ميزير يا جماعة، تسمى ينحي حكاية الدبريا بالخلا ويركب لها بولي سامبل. وإن شاء الله تكونوا فهمتوني يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله.